مشكل في جوجل بلاي، نقوم بتنزيل التطبيق ولكن التطبيق لا يقوم بتحميل. اليوم سنستعرض لكم هذا الفيديو والذي سنحل معه مشكل. سنقوم بتنزيل تطبيق واتساب كما ترون، يعني التطبيق قمت بتحميله لكنه في الانتظار ونعطت. قبل يعني بداية الفيديو ندعوكم الى الاشتراك في القناة لمازال ما اشتركش، ونشكر كل من اشترك في القناة ويدعمنا عن قريب وعن بعد. نقوم ايضا بتنزيل هذا التطبيق كما ترون ولكنه لا نستطيع التحميل، يعني هناك مشكل سنقوم بحلها بشيء بسيط. نأتي الى صفحة الواجهة الرئيسية، نذهب الى جيستيون دابليكاسيون داباراي ميزاجور، نقوم بإلغاء كل التنزيلات، نقوم بإلغاء كل التنزيلات. نعود إلى الواجهة، نقوم بتنزيل التطبيق، سنرى هل تيليجرام، سنقوم بتنزيل ونعطونت. يعني كما ترون حلت المشكلة، التطبيق بدأ في التنزيل، يعني شيء بسيط جدا تقوم به هو إلغاء جميع التنزيلات، وبعدها تعود إلى الواجهة وتقوم بتنزيل التطبيق الذي تريده. يعني اللي مازال مشتركش في القناة يشترك ويدعمنا للوصول إلى 5000 مشترك على اليوتيوب. ها نقوم بتنزيل هذا التطبيق أيضا، وسترون كيف نقوم بتحميله. يعني هناك كونيكسيو ثقيلة شوية، ننتظر حتى يقوم بتنزيل تطبيق تيليجرام، بعد ذلك نقوم بتنزيل التطبيق الآخر. دعمونا بإعجاب للفيديو، هاكم ترون تيليجرام مازال ما طرش، ننتظر قليلا. شوف الآن التطبيق الآخر أو قام بالتنزيل، يعني تمت الحل المشكلة. نشكركم على مشاهدة الفيديو.